وكان هناك في بعض المطالب للمناطق الجنوبية لأهل المناطق الجنوبية بتأهيل محطة المياه تصفية مياه الشدادي بالإضافة لمحطة مياه مرقدة، حيث أن الإدارة استجابت لهذا الأمر بالتنسيق مع منظمة فرات، تم الاستجابة لهذا الأمر حيث وقع عقد الأعمال الصيانة قائمة حاليا، العمل مستمر محطة تصفية الشدادي. هذه المحطة تخدم الجنوب بشكل كامل، مدينة الشدادي والقرى المحيطة بها بشكل كامل. العمل قائم فيها مدة العقد 5 شهور، إن شاء الله بالشهر الثاني سنة 2022 يتم الانتهاء من العمل. بالإضافة العمل الثاني كمان بالتنسيق مع منظمة فرات، حيث قامت الإدارة كمان تلبية لرغبات الشعب في المناطق الجنوبية، أو ردا على الأقوال اللي كانت تقول أن المياه بس للحسكة. لا، المياه تمت بالتنسيق مع منظمة فرات صيانة محطة كمان أو تجهيز محطة مرقدة تزامنا مع محطة الشدادي. محطة مرقدة كمان العمل مدة العقد 5 شهور، العمل قائم فيها، الشهر الثاني سنة 2022 يدخل العمل، تدخل المحطات حيز التنفيذ أو حيز الإنتاج إن شاء الله بالشهر الثاني سنة 2022، مزامنة مع الأعمال اللي تلا حاليا نقوم بها صيانة للخطوط وإعادة تأهيل الخطوط. يعني إن شاء الله بالأيام المقبلة راح يتم الضخ، ولكن الضخ راح يكون تجريبي ضمن الخط ومدى فعالية الأعمال اللي تم إنجازها بالمراحل السابقة.